اليوم تحركات ماراثونيه للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين تبوبي، مقابله مع رئيس البرلمان الاستاذ راشد الغنوشي، مقابله اخرى مع رئيس الحكومه، مقابله الاسبوع الماضي مع رئيس الجمهوريه قيس سعيد في محاوله لاذابه الجليد بين الرئاسات الثلاثه، في محاوله للانطلاق ربما في الحوار الوطني. سي بلقاسم، شو المعطيات اللي عندك حول لقاء الاستاذ راشد الغنوشي بنور الدين تبوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي صديقي، تحياتي لقناة الزيتونة، مرحبا بك زياد. احنا فعلا يعني هي فرصة ديما لتحية كل المشاهدات والمشاهدين لقناة الزيتونة اللي تتابع الحدث بشكل يعني حيني. مجهودات الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سي نور الدين طبوبي انها تذكر فتشكر، هو ساعي فعلا إلى أن يقوم بدوره في إرساء حوار وطني بناء من شأنه أن يخرج بتونس من المأزق والأزمة اللي تعيش فيها، وهذا منذ أشهر الحقيقة. اليوم أنه السيد رئيس الجمهورية من أخيرا عبر على موافقته بعد ما كانت عنده اشتراطات، نتمنى أن تكون موافقة من القلب. أنا بكل صدق لأن عندك شك أنت يا سيدي، لأن لحد الآن الرئيس موافق تمام. على شنو موافق بالضبط؟ على الحوار. هل أنه رفع الاشتراطات اللي عنده متاع عدم المشاركة؟ تفصيلا احكي لنا على اللي صار اليوم، اللقاءات اللي بالنسبة اليوم. بالنسبة للأخ الطبوبي هو يؤكد على ثلاثة نقاط، لقاء مع الشيخ ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أنه الحوار يجب أن يتم، وإلا إلا من يرفض المشاركة ومن يقصي نفسه بالنسبة للجميع بلا استثناء. يعني الحوار بالنسبة للسيد نور الدين تبوبي يزم يشمل جميع الفرقاء بدون استثناء، يعني يشمل الجميع إلا من يقصي نفسه. واضح. طبعا هناك طرف معلن أصلا عدم اعترافه بالمنظومة كلها وعدم اعترافه بالأطراف كلها اللي هو الدستور الحر. نعم. لأن لا أتصور أنه يكون موجود. وإذا شارك مرحبا به، يعني إذا كان هو شارك وقبل قبل أسس المشاركة معناها على أساس من الأطراف السياسية المعنية بمعالجة الأزمة، هو يعني بطبيعة الحال احنا لا نقصي أحدا. نعم. إلا من يقصي نفسه، هذه واحد. اثنين، النقطة الثانية هو أن الجانب السياسي لابد أن يدخل في الحوار. يعني فعلا المشكلة اقتصادية اجتماعية، لكن البعد السياسي هو المعطل. إذا هذا تطور في موقف حركة النهضة. النهضة لم تقل أبدا أن هي ضد أن البعد السياسي، لكن قالت راهو سياسي. الأولوية الاقتصادي الاجتماعي. لا، قالت حوار سياسي لمعالجة اقتصادية اجتماعية. يعني حوار ما بين أطراف سياسية، أحزاب وكتل ومنها منظمات وطنية ومؤسسات دستورية، رئاسة جمهورية، رئاسة حكومة، برلمان، لمعالجة المسألة الاقتصادية الاجتماعية المتعطلة بسبب السياسي. والنقطة الثالثة اللي نعتبرها زادة معناها مهمة هي ضرورة معناها في اعتقادنا هامة جدا، هي أن الأطراف اللي عليها إشكالات وفيتوات الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أنه لا يمكن بالحق يعني استبعادها، لأن الحوار ما بين فرقاء يعني هو هذا تأكيد النقطة الأولى، يعني قلب تونس وإتلاف الكرامة واللي يقول لك معناها الرئيس ما يحبش قلب تونس وكذا، هذه تأكيد النقطة الأولى. بالنسبة لمحاولة يعني رأب الصدع ما بين المؤسسات وعقد لقاء ما بين الرئاسات الثلاث، يعني رئيس البرلمان ورئيس الحكومة طالبين أصلا لقاء مع السيد رئيس الجمهورية، ونتمنى أن السيد رئيس الجمهورية يستجيب لهذا الطلب من الاتحاد اللي هو باني عليه طي صفحة متاع خلافات لا يمكن أن تدعم أبدا المسار متاع الحوار. هذه النقاط الأساسية.